ماثيو فليندرز، مما وليد 16 من آذار مارس عام 1774، مستكشف وملاح إنجليزي له الفضل في مسح سواحل أستراليا. رقي إلى رتبة ملازم بعد رحلته البحرية إلى رأس الرجاء الصالح وعبوره بحر الظلمات. سفينة فليندرز اصطدمت بشعب مرجانية قرابة بورت جاكسون أثناء استكشافه ما تبقى من أستراليا، لكنه استطاع التخييم جنب الشعب المرجانية ونجح بجلب المساعدة لينقذ طاقمه. ألف كتاباً عن سيرته الذاتية واستكشافاته، وسميت ممرات مائية عديدة باسمه. توفي ماثيو فليندرز في 19 من تموز يوليو عام 1814. سامويل كولت، من مواليد 19 من تموز يوليو عام 1814، والمتوفي في 10 من كانون الثاني يناير عام 1862، مخترع أمريكي ينسب إليه اختراع المسدس الحديث، كما امتلك براءة اختراع في صناعة المسدس التجاري، فقام بتصميم خط إنتاج يصنع كميات كبيرة من المسدسات دفعة واحدة. أطلق على المسدس الذي قام بتصنيعه اسم سامويل. أحدث كولت باختراعه تغيراً في صناعة المسدسات الكلاسيكية التي كانت تصنع بشق الأنفس وبطرق يدوية تقليدية.